فلا طريقة شوي كيفية حل مشكل كيفية الوصول للمصل المتمدرس باستخدام هاتف المحمول. نقوم بالضغط على الجوجل الخاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط على الاسم المستخدم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على كتابة كلمة المرور، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل لقطة الشاشة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.